مره انا فاكر كنا بنلعب ماتش، ما كانش ماتش رسمي، فاكر ان محمد حلمي جاب جون حلو قوي من بعد نص الملعب خمس خطوات، ابهرني وانا في الملعب يعني. هدف بتاع حسام حسن في 98، حازم اخدها وبعد كده حطها عماره باين لعبها له، وبعد كده حازم اخدها وحطها بكعبه لحسام، وحسام حطها بشماله. مش فاكر كانت في بوركينا، بوركينا فاسو اعتقد، كان حلو قوي، جول حلو قوي. الجمله بتاعت منتخب مصر، الجون الجانب بتاع طارق مصطفى، الفاول احنا كنا بنتمرن عليها كتير قوي يعني، كل شويه كابتن جوهري ما بتجيش، بس بنتمرن عليها، اتمرن عليها، شغال على طول في الحاجات دي كلها. في اهداف كتير لحسين بصراحه، حسين ده قصه تانيه. الهدف اللي احنا كنا بنتمرن عليه على طول، وسبحان الله ربنا ترجمه في هدف في نهائي لازم الناس تفتكره، كان هدف طارق مصطفى في جنوب افريقيا في نهائي بوركينا فاسو. في الخيال كنت بلاقيه جمال عبد الحميد، كنت بستمتع واضحك قوي لما يطلع في الهواء ويقف ويتعامل مع الجاذبيه الارضيه ويغير راسه. بنلعب فوركاوا افرو اسيويه، بطوله كبيره جدا، وطلع جمال عبد الحميد في الهواء وراح واقف وراح مغير جسمه الورق وحطتها في الزاويه البعيده. يعني في منتخب مثلا المغرب، مصطفى حج احرز هدف فينا في كاس الامم 98، كان هدف جميل جدا بصراحه، لازم تسقف له بامانه يعني على هدف زي ده. ما كنتش بلعب وانا بتفرج عليه، لكن وانا في الملعب برضه مصطفى حج حط فينا هدف في المغرب لو تفتكروا، كره من بره ال 18 وحطها في الكابتن نادر السيد في الثمانيه، كان هدف قوي جدا برضه.